القضايا أو في مثل هذه القضية بالذات يعني هو أمر ضروري. والمرجعية الدينية تحدثت في هذه القضية مرارا وتكرارا وبينت أنه لا بد للإنسان أن يختار بشكل صحيح. أنا عن تجربة الشخصية طبعا ومن يلوذ بي بعض الأحيان اللي هم أولادي وكذا لينتخبون معي عائلتي يعني كنا دائما نختار شخصا مستقلا أبدا لا نتدخل في القوائم الحزبية أبدا نختار شخصا مستقلا مهما كان الطريق مهما كان الطريق الذي تختاره للوصول إلى شغل مكان من قبل هؤلاء الذين تنتخبهم المستقلين مهما كان طويل هو أفضل من أن تبقى تراقب وتنظر إلى الفاسدين وأتباعهم وهم يدخلون إلى البرلمان. فإذن علينا أن نتبع توصيات المرجعية ونبحث ونتعب. أنا لا أقول لك القضية لا أقول لك أن القضية سهلة. أنا واحد من الناس قبل 3 سنوات كنت في حيرة من أمري من أنتخب 3 سنوات أيضا احترت فيه فبحثت ووجدت جهة وانتخبت. بحثت بشكل مكثف، سألت أشخاص يعملون في مفوضية الانتخابات، سألت أشخاص يعملون في مراكز الانتخابات، وسألت أشخاص أيضا يهتمون بهذا الجانب حتى وصلت إلى قناعة بأنه لابد أن يكون هناك انتخاب لأشخاص مستقلين، لأن الأحزاب التي شاركت في كل الانتخابات السابقة فشلت. بس لا أقول فسدت لأنه بالنتيجة الفشل يقيني، أما الفساد يحتاج إلى دليل أنه فشلوا خلاص الفشل أمر متيقن لأنه هذه القدمات أمام أعين الناس. هسا الفساد ممكن واحد يقول لك أنا ما عندي فساد ممكن، لكن فشل نعم الكل فشل. ولهذا يعني صار عندي علم بأنه توجد قائمة اسمها إشراقة كانون وهي مشاركة في بعض المحافظات ومن النجف، وبحثت عنها بحثا دقيقا ووجدت جهات حزبية تتهمها بأنها تابعة لفلان وعلان وهي أساسا لا تابعة ولا شيء. وبعد ذلك تعرفنا على يعني بعد ذلك يعني أثناء البحث تعرفنا إلى الأشخاص المشاركين في هذه القائمة ووجدنا بأنهم أكثرهم من أصحاب التخصصات العلمية والدراية والنزاهة، وعند كل واحد منهم تاريخ، يعني مو شخص مثلا يريد أن يشارك، لا لا لا، هو أساسا تاريخه دراسته وتاريخه وعمله كلها تشهد بأنه كان إنسانا مهنيا نزيها، ولو مثل هذا الشعب سيمثله بشكل صحيح. طبعا وأعلنت ذلك، أنا أعلنت ذلك منذ أكثر من سنتين، واليوم أيضا أعلنها من سلك أنه أنا أنتخب هذه القائمة. لماذا نحاول أن نأتي بأشخاص ليسوا مرتبطين بالأحزاب؟ لأنه نحن مللنا ويئسنا، وهذا الشعب هذا منطق الشعب العراقي، من أن يكون هناك في هذه الأحزاب من يراعي ضميره في هذا الشعب، وكل من يدافع عنهم مع هذه كما يقال الرؤية الواضحة، مع هذه الحقيقة الواضحة وهي حقيقة أنهم فشلوا على أقل تقدير، إذا ما قلنا بأنهم فسدوا فعلى أقل تقدير بأنهم فشلوا. وهذه أمامنا المشاريع المتلكئة والمشاريع بلا فساد والخدمات المتلكئة تشهد بذلك، مع أن الأموال التي صرفت هي ليست أموال قليلة بل هي أموال فوق التصور. بالإضافة إلى
بالإضافة إلى أنه ما مر به البلد من مآسي بسبب مغامرات بعض هؤلاء السياسيين الفاشل. وأنا أعلنها بشكل واضح، لا أريد من ذلك بيان حقيقة غير واضحة، لا لا لا. نحن في العراق بعد التغيير حكمنا أربعة دورات،